المسكينة دي بايتة هنا من امبارح. طب الحق بقى دخلها التلاجة قبل ما حد يعرف. طنط تعالي قولي رايك ايه في الورد. الله حلوه قوي يا حبيبتي، تسلم ايديكي. حازم وحشني قوي يا طنط. وانت كمان وحشتي. بس هو اتاخر قوي. حبيبتي ما تاخرش ولا حاجه، ده لسه مكلمنا يا دوبك من نص ساعه وقايل انه خارج من المطار. انا سامع صوت عربيه، هروح اشوف اذا كان حازم جه ولا لا. روحي روحي. الحمد لله على السلامة يا أستاذ حياتي. لك عم حسن. بصراحة مش عارف أشكرك إزاي. لا أبداً، بس ما تنساش تبقى تطمني عليك. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي يا زومة. شفت بقى المفاجأة اللي انا عاملاها لك؟ نهلة قاعدة مستنية معايا من الصبح وهي اللي طبخت لك بنفسها. ميرسي قوي يا نهلة، تسلم ايديكي. مين اللي كانت معاك في العربية يا حازم؟ معقولة هي تبقى دي المقابلة بعد الغيبة دي كلها؟ رد عليا يا حازم، مين اللي كانت معاك في العربية دي؟ انا اللي كنت معاها في العربية لانها عربيتها. والهانم بقى اخذت العربية بتاعتها مخصوص علشان تروح تاخدك من المطار؟ لا، باباها بعت لها السواق عشان ياخدها من المطار لانها كانت راجعه معايا من السفر. ويا ترى بقى اتعرفتوا على بعض فين؟ في الجوازات ولا في اللاونج؟ انا قلت هرجع لك عائلتي. معلش يا حازم، ريحي يا حبيبي. قول لها مين اللي كانت معاك في العربيه دي. امل ابو هاب يا ماما، كانت زميلتي في الكليه وقابلتها صدفه على الطياره. متاكد انها صدفه؟ امال يعني خدنا رندفو من بعض فوق السحاب. هدي نفسك يا حبيبي، ما حصلش حاجه لكل ده. اللي حصل يا ماما انا لسه راجع من السفر وما خدتش نفسي والاستاذه نازله تحقيق معايا. طب قولي بقى، امل هانم دي دبلوماسيه زي حضرتك؟ لا يا ماما. امال ايه اللي وداها دبي؟ هو انا يعني كنت كاتب دبي دي باسم عشان الناس تخرج وتدخل على مزاجي. اكيد دردشتوا مع بعض وعرفت هي كانت بتعمل ايه هناك. كانت مع جوزها شغال هناك. ارتحتي؟ وجوزها ما رجعش معاها ليه؟ على الاقل ما كانش يسيبها تقعد جنب راجل غريب في الطياره زي حضرتك. مش عرفك يعني انها كانت قاعده جنبي في الطياره؟ ولنفترض ان انتوا ما كنتوش قاعدين مع بعض في الطياره، اكيد انت رحت قلت للمضيفه انا عايزه اقعد جنب البنت الحلوه اللي هناك، اصلها كانت معايا في الكليه. ماما انا مش قادر استحمل اكتر من كده. طب ما تريحي يا حبيبي، قول لها جوزها ما جاش معاها ليه؟ عشان اتطلقوا. شفت يا طنط؟ اهو قال لك اتطلقوا، الهانم بتدور على عريس قبل ما تخلص عدتها. يوه ده كتير قوي. استنى بس. ينفع كده يا طنط؟ ينفع يقابلني المقابلة دي بعد 6 شهور؟ اخرت صبري، معكات ناقصاك انت راخر. صابر صابر سامعني؟ انا فين؟ في نادي الجزيرة. انت في المستشفى يا صابر. خير؟ شفتها بعناية يا دكتور. حلوة قوي ده. هي مين يا صابر؟
البنت اللي ماتت في حادثه الميكروباص وما كناش عارفين هي مين. اوبا الاستباحه شكلها كانت عاليه قوي يا صابر. انت فاكرني سخن وبخطرب؟ شوف يا صابر معلش انت حبيبي وانا بحبك. بص انا هديك حبايه من الدواء ده هتنام شويه. انا لا عايز حبايه ولا عايز انام يا دكتور، انا عايز اعرف البنت دي صحيت من الموت ازاي؟ ده احنا عملنا لها تصريح دفن وصبحه المغسله كانت جايه عشان تغسلها. دكتور ايمن. ايوه يا عنايات. دكتور سماحه عايزك في مكتبه. قول له مش فاضي، عم صابر تعبان وبيهنج يا عيني. قال بيقول لك البنت بتاعت حادثه الميكروباص صحيت من الموت وكلمته. عم صابر ما بيخرفش، البنت فعلا عايشه ما ماتتش. ما ايه يا اختي؟ ما ماتتش. شفت يا دكتور؟ هي قالت لك ما ماتتش. صابر. نعم. خدني جنبك. أنا مش فاهم. أنت دكتور بأمارة إيه؟ كان المفروض تخش كلية الطب من أول وجديد. يا دكتور سماحة. بلا سماحة بلا شفت بقى. البنت دي لو كنا دفناها بالحياة كان ذنبها هيبقى في رقبتنا العمر كله. ولا الفضيحة اللي كنا هنتفضحها لو الخبر اتعرف. استني استني يا عنايات. استنى ليه؟ ما هي بتقول الحقيقة. واحد دكتور زيك انت كده كان ممكن يضيعني ويضيع المستشفى كلها. ألف بعد الشر عليك يا دكتور. طب قولي أنا أعمل إيه لوحدي وبتولي في قسم الطوارئ امبارح؟ أقطع نفسي؟ لا ما تقطعش نفسك يا أستاذ. أهو مش مبرر إن البنت تبقى في غيبوبة وجنابك تفتكرها انها ماتت. لا اله الا الله يا دكتور. اول حاله وفاه اتعرض لها من ساعه ما اتخرجت من الكليه. انت لسه هتقول حاله وفاه؟ اسكتي يا بوتاجاز اسكتي. بوتاجاز اتفضل يا استاذ. سيادتك متحول للتحقيق، ارجوك شوف لك اي شغلانه تانية لانك مش ممكن تكون دكتور في يوم من الايام. استغفر الله العظيم. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ هنعمل ايه؟ هنبوس ايد البنت دي عشان ما ترفعش علينا قضيه وما تشنعش علينا في الجرايد وتودينا في 60 داهيه. كنت فاكره ان ليا خاطر عندك اقعد مستنياك على الغدا انا ونهله وما تنزلش تتغدى معانا. هتغدى معاها ازاي دي بعد مقابله النكد اللي قابلتني بيها دي؟ هي كمان روحت متنكده. نكدت على نفسها وعليا. بتحبك وبتغير عليك. هو ده حب؟ ده جنان يا ماما. اما دام بتحبها هتستحمل جنانها. اسمع كلامي يا حضره مساعد القنصل، الغيره دي هي الفلفل والشطه بتوع الجواز. ماما مش عايز اسمع الكلمه دي دلوقتي. الفلفل والشطه؟ لا الجواز. يعني ايه؟ هو انت مش اتفقت معاها انكم هتعملوا خطوبتكم الاجازه دي؟ ماما قلت لك اكتر من مره انا محتاج لوقت اكتر من كده عشان اتاكد من مشاعري اتجاه نهله واتعرف عليها كويس. تتعرف على مين؟ يا حبيبي دي بنت خالتك. بس ظروف شغلي ما بتسمحليش اقعد معاها او اقرا دماغها حتى لما بنقعد مع بعض. كل كلامها فستان الفرح فين؟ والخطوبه هتبقى فين؟ وهنقضي شهر العسل فين؟ بس. وايه يعني كل البنات بيتكلموا بالشكل ده وبيفكروا كده؟ انا بقى عايز اتجوز واحده ما بتفكرش بالشكل ده يا ماما. الله، هو انت يعني كنت جبت لي عروس على ذوقك وانا قلت لا؟ وبعدين بقى انت عايزني اموت قبل ما اطمن عليك واشوفك في بيتك مع مراتك واشيل ولادك؟ الف بعيد الشر عليك يا ماما. انا بس برضو قبل الولاد والبيت انا محتاج واحده تحبني زي ما انا عايز، حتى لما تتجنن الجنان اللي انا بحبه. انت جاي تقول الكلام ده دلوقتي بعد ما حطيت ايدك في ايد ابوها وقريته الفاتحه؟ ماما انت اللي غصبت عليا اقرا الفاتحه الاجازه اللي فاتت، قلت لك نستنى شويه، قلت لي نفس الحوار ده. انت مش عايز نفرح بيك؟ مش عايز نشيل عيالك على ايدي؟ اخزي الشيطان يا حبيبي اخزي الشيطان. انا عارفه ان هم شويه زعل وهيعد، وان شاء الله بكره النفوس تهدى وهترجعوا زي السمنه على العسل. يلا استريح انت شويه يا حبيبي. We'll be right back.
تعبتك انا معايا النهارده يا نبيله. تعبتني ده ايه؟ ده انا اللي هديت حيلك. بس اعتقد جبنا شويه حاجات مش بطاله. خلي بالك احنا لسه بنسخن كل دوت وحاجات مش بطاله. ده انا محتاجه عمر تاني فوق عمري عشان البس الحاجات ديت كلها. بص يا ستي احنا هناخد دلوقتي فاست بريك وبعدين نكمل. اوكي وماله كل اللي انت شايفاه كويس. اوكي احنا ناقصنا دلوقتي الاكسسوارز والميك اب والسبورتس وير والمايوهات. يا فضحتي مايوهات؟ اه يا نبيله هو انت عمرك ما لبستي مايو؟ لا اصل بصراحه يعني ما كانش عندنا حمام سباحه في الملجا بس بحب البحر قوي كنت دايما اتمشى عليك الدندور. دندور ما ايه بس يا نبيله. نبيله انت لازم تنسي ايام الملجا دي خالص. انت داخله على حياه جديده تماما. انا مش خايفه وحمود غير من الحياه الجديده اللي بتقولي عليها دي. ما تخافيش هتتعودي عليها وهتحبيها ولما تدخليها مش تبقى عايزه تطلعي منها ابدا. ربنا يستر. واحنا مش هناكل بقى؟ هناكل سناك سريع كده وبعدين نكمل. اوكي الا قولي لي يا منى وانت بتشتغلي ايه؟ انا يا ستي سيلز دايركتور بتاع جراند بيتش هوتيل. لا كده كتير يا منى كده كتير من الصبح انجليزي يعني ترجمه بقى. يعني انا مديره مبيعات فندق جراند بيتش. والفندق دوت هنا في مصر؟ لا الفندق في الغردقه بس مقر المكتب بتاعي هنا في مصر. اكيد طبعا قابلت شريف هناك صح؟ لا برضو انا وشريف صحاب من تقريبا 6 سنين تعرفنا على بعض في النادي واتخطبنا من سنه واحده بس. سبحان الله. سبحان الله على ايه؟ بلاش يا ستي لاحسن تزعلي مني ولا تروحي تقولي له. لا يا ستي مش هزعل منك ومش هروح اقول له سرك كبير ما تخافيش. اصلك بصراحه قطعيه وهو قطعيه تانية خالص. انت كده طيبه وعشريه ودمك خفيف انما هو على طول ضارب وش ال 88. 88 ايه يا نبيله؟ حرام عليكي والله العظيم دي غلبانه طيب قوي بس لما تعشري لما نشوف ربنا يستر. هو احنا مش هناكل بقى؟ هناكل بس اعملي حسابك احنا اليومين الجايين عندنا شغل كتير جدا لازم نروح البيوتي سنتر ونعمل توتال ميك اوفر. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي المهم ناكل. اوكي اكسكيوز مي. ما شاء الله ما شاء الله ده انت احسن بكتير يا حامد عن يوم ما دخلت المستشفى. الحمد لله بركه في ربنا وفيك برضه يا دكتور صادق وكمان بنت اخويا جت. يا ريتها جت من زمان. بقول لك يا صادق انا ليا طلب عندك بس ما تكسفنيش. عمر عايز ارجع البيت. نتيجه التحاليل اللي انا عملتها لك هتظهر النهارده. لو طلعت معقوله هكتب لك خروج بس بشرط. قول يا صادق ما انا عارف شروطك المكحفه معايا واخد عليها. ترجع البيت بس لكن ترجع الشغل ما ترجعش الا لما تقول لي. خليهم يجيبوا لي الشغل البيت. ايوه يا منى يعني ايه بقى مقضيه طول اليوم مع نبيله مش فاهم وكمان بكلمك ما بترديش عليا. يا سلام. اقدر اتكلم معاك شويه ولا مشغول؟ طيب يا منى ماشي خلاص يا منى اكلمك بعدين. بعدين يا منى باي باي. اللي في ايدك ده دي فواتير مشتريات الانسه نبيله. اهلا وسهلا. وايه كل ده؟ تعبش نفسك الاجمالي 8700 جنيه. ايه يا نهار اسود 9000 جنيه في يوم واحد؟ اول الغيس قطره. هو باين اللي انت بتقول عليه ده. الله يخرب بيتك يا منى. انسه منى مالهاش علاقه. اعتقد ان دي تعليمات حامد بيه ومدام رشيده. والله انا ما عارف اعمل ايه مع حامد بيه ومدام رشيده. يلا مش عايز مني حاجه؟ اتفضل. اول الغيث قطره. دي حاجه حلوه قوي. هو انت اتفقتي مع منى تجيب لي دوم لنبيله دي ب 9000 جنيه؟ معقوله؟ طلعوا 9000 جنيه بس؟ بس؟ يا ماما دي من ساعه ما اتولدت ما اتصرفش عليها 500 جنيه على بعض. اديك قلتها بنفسك. فرصه بقى نعوض عن كل اللي فات. بالشكل اللي انتوا هتطمعوها فينا، ما كانتش اصلا داخله على طمع. شريف انت عارف يا حبيبي ان ابوه خرج من المستشفى من كام ساعه؟ وعارف ان صحته اتحسنت قوي لما نبيله رجعت. ده ما يسويش عندك ال 9000 جنيه اللي واجعين قلبك قوي. اعتبرهم جزء من علاج ابوك
ولو حسبتها كويس قوي هتعرف ان نبيله وفرت لك كتير قوي. لا العظيم اللي بيحصل ده ما ينفع ابدا. بص بقى انا مش راضيه ابدا عن طريقه تعاملك مع بنت عمك، فاهم ولا لا؟ حرام عليك، ابوك ظلمها زمان، من فضلك يا شريف ما تظلمهاش دلوقتي. ما انتوا ما حدش فيكم هيخليني احبها غصب عني. ما قلتلكش حبها، بقول لك اعملها كويس. ماشي يا ماما، هحاول ان شاء الله. تحاول. شوف بقى يا ابني، انت خلاص ما بقيتش صغير، اي تصرف انت هتعمله اليومين الجايين دول انا شخصيا اللي حاسبك عليه، فاهم؟ ماشي يا ماما، عن اذنك. مجلد ميكي دوت بكام؟ معلهوش سعر. مساء الخير يا محمد، مجلد ميكي اللي انا حجزته وصل؟ موجود يا فندم، ده اخر نسخه وانا حجزها لك بنفسي. اتفضل يا باشا. ايه حيلك انت وهو؟ ايه اللي حجزتها له دي؟ انا جايباه من هنا من عراف، ايه الكلام البراولي دوت؟ في يا فندم، هتجزع علينا كده ليه؟ مفيش مشكله. وحضرتك ايش حشرك؟ انا بتكلم مع الراجل بتاع المكتبه. طب حضرتك ما تضايقيش نفسك، هو مش عارف حيلك المشكله. حل المشكله عندنا؟ عندك انت ازاي بقى ان شاء الله؟ ولا حاجه، حضرتك اتفضلي اشتري المجلد وخلاص. هم غلطانين، انتوا فعلا غلطانين، وانا هتصرف اجيبه باي مكان تاني. لا خلاص حضرتك اتفضل، طالما حاجزه من الاول يبقى بتاعك، انا ابقى اشوفه في حته تانية. لا خلاص يا هاني مش ممكن، اتفضلي. بصراحه حضرتك ذوق قوي، بس هم اللي غلطانين على فكره. هو كان محطوط هنا، هو لو كان حاجزه لك كان عنه لك جوه. مفيش اي حاجه يا فندم، خلاص المشكله اتحلت. حضرتك اتفضلي اشتري المجلد وانا هتصرف من اي حته تانية. متشكره قوي. العفو يا هاني. بكام المجلد؟ 15 جنيه. اتفضل. شكرا. مكتبة براولي، بورصة سعيد. براولي؟ يعني ايه؟ الفاكهه اللي قال عليها الدكتور. يا بنت انا بعدتي نشفت الفاكهه. الله، ما هي دي اوامر الهانم. كل ما تعمل لنا تليفون كده تشوف البنات مالوش ليه. اتصلت بمنى على الموبايل، قالت انهم في السكه، منهم وصل. الحمد لله على السلامه يا ست منى. الله يسلمك يا عم مسعود، تعالى ساعدني بقى نزل الحاجه من العربيه. حاضر يا بنتي. يلا انت لسه قاعده؟ ده مين اللي مع منى دي يا رشيد؟ مش عارفه. الله، امال فين نبيله؟ نبيلة يا حامد، ازيك يا عم؟ كويس قوي ان لحقتك قبل ما تنزل. ازاي بقى يا باشمهندس؟ انت صاحب مكان، المكتب نور. ربنا يخليك يا باسم. الحقيقة انا اتبسطت قوي لما عرفت انك طلبت مهلة قبل ما تنفذ رغبة ابويا يعني، وتدخل نبيلة دي شريكة معانا في المشروعين بال 8 مليون جنيه. بصراحة المبلغ كبير مش صغير، لازم نتأكد ان الأوراق بتاعتها صح. الله عليك، تعجبني يا متر. معنى كده ان في احتمال ان البنت دي ما تطلعش بنت عمي. بيني وبينك هو احتمال ضعيف شويه، بس احتمال قائم. بس الاحتمال الاقوى انها تطلع فعلا بنت عمك صلاح. طب ما تخلينا في الاحتمال الاضعف. تقصد ايه؟ مش فاهم. انا عارف انك محامي شاطر، وهتلاقي 100 طريقه تشكك فيها ابويا في البنت دي. انت بتقول ايه يا شريف؟ انت ابوك مأمنني على الموضوع ده، انت عايزني اخون الامانه دي؟ بالعكس، انت كده هتبقى وفرت لنا 8 مليون جنيه، وانا اقدر اديك منهم عموله 100,000 جنيه. ثقة والدك فيا أكبر بكتير من أي عمولة أنت بتتكلم عنها. ماشي، أنا هسيبك تفكر يومين وترد عليا، وأنا متأكد إنك أذكى من إنك ترفض عرض زي ده. هسيبك بقى تشوف شغلك.
وانت عارفنا ولا ايه؟ مبروك عليك الهدوم الجديدة يا فتحي. أنا مش هموت يا فاطمة، هفضل عايشة جواكي، هتفضلي تتعذبي بيا طول ما بينادوكي باسمي، مش هتعرفي تتهني بحاجة بتاعتي خدتيها ليك يا فاطمة. أنا مت مرة واحدة بس أنت إحساسك بالذنب هيموتك في اليوم ألف مرة. اتفضل دي كمان يا اخي. كفايه بقى ايد وجعت بقى، كفايه امضى يا بابا. ما تنساش ان حضرتك بقالك اسبوع بره الشركه. خلاص سيب بقيه العقود بقى، انا هرجعهم مع المحامي. ماشي اللي يريحك، بس خد بالك ان في العقد ده انا مستعجل عليه شويتين. خلاص سيبهم بس. طيب عايز مني حاجه؟ لا لا اقعد. رايح فين؟ عايز ابعتك مشوار كده. مشوار ايه؟ توصل لحد النادي تعمل عضويه لنبيله. عضويه في النادي؟ وحضرتك عارف عضويه النادي بقت بكام دلوقتي؟ دي وصلت 80,000 جنيه. يعني البنت دي عشان تتفسح تروح تقعد على الكورنيش وتجيب قرطاس ترمس؟ لا يا بابا ما تقعدش على الكورنيش ولا حاجه. خلاص يا بابا سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف. انا بدخلها معانا التذاكر. مش هتعملها عشان انا عارفك انت مش طايقها. لا هطيقها عشان اوفر ال 80,000 جنيه بتوع العضويه. يا اخي اعمل اللي انا بقول لك عليه، وانت كل حاجه لازم تناقشني يا اخي. ده ايه ده؟ في ايه بس يا حامد؟ بزهق ليه؟ الدكتور قال لك بلاش انفعال. الاستاذ فتح معايا الموضوع بتاع النادي وبيفصلني فيه. يو تاني يا شريف تاني هنعيده؟ وانا بصراحه مش قادر اتخيل انك فعلا هتديها ال 8 مليون جنيه. يا اخي بسدد ديوني قبل ما اموت، ولا انت عايز تتمتع بالفلوس في الدنيا وتعذب بيهم انا في الاخره، مش كده؟ طبعا الشيخ محمود هو اللي مفهمك كده. ايوه هو اللي نور بصيرتي. عقبال ما ربنا ينور بصيرتك انت راخر وتحاسب نفسك قبل ربنا ما يحاسبك. ما ربنا ما قالش ان 200,000 جنيه يبقوا 8 مليون. هو ده بقى اللي انا علمته لك؟ بقيت انت الصح وحسبت انا اللي غلط؟ الحسبة دي بالذات يا بابا محتاجة منك شوية مراجعة. يا اخي انت مالك؟ فلوس وانا حر فيها. الله شيل لي رايحك من اذنكم. مش ممكن، مش ممكن ابدا. ايه ده؟ ادي اللي انا كنت عامل حسابه يا رشيد. معلش يا حبيبي. اللي ولاد شايلين البنت على دماغتهم وزعقين ومش عايزين نديها فلوس. ارجوك اهدى، ان شاء الله يعقلوا ويفهموا انت عملت كده ليه. يا مين يعيش، ربنا يطول في عمرك ويخليك ليهم وتفرح بالشريف ونهله ونبيله كمان. ايه المكان الغريب اللي انت جايبنا فيه دوت يا استاذ باسم؟ احنا لازم نتقابل في مكان زي ده عشان ما حدش يشوفنا ولا ايه؟ المهم انا عايزك تركزي معايا. شريف ونهله من الاخر كده مش طايقينك. ان كان عن نهله مش فارق معاها كتير، انما اللي اسمه شريف دوت لو يطول يخنقني. عايزني اروح اقول لابوه ان انا اتحريت عنك وانك طلعتي فعلا مش بنت اخوه. معنى كده ان هو هيفضل مستني لك على الوحده. يا نهار اسود، سايق عليك النبي يا استاذ باسم. انا عايز اخلع من الموضوع دوت. خايفه منه؟ خايفه من نفسي. انا لو فضلت عايشه على اني نبيله هموت. لا يا حبيبتي الكلام ده بقى متاخر قوي. ما ينفعش الواحد مننا بعد ما ينزل البحر ينادي على التاني ويقول له الحقني طلعني على البر عشان مش عايزه اتبل، صح ولا ايه؟ خلاص انا ههرب، هيصحوا من النوم ما يلاقونيش. بتهالك هيدوروا عليكي ويجيبوكي. مش هيعطروا فيا. حامد بيه ايده طايله، هيجيبك هيجيبك وساعتها هتترمي في السجن. لا انت بتخوفني. انت بتقول لي الكلام دوت عشان خايف على ال 2 مليون جنيه بتوعك. انت مش خايفه على ال 6 مليون جنيه بتوعك؟ ولا عايزه ترجعي تاني اسكندريه تترمي في الشارع وتدوري على شغلانه ما تاكلكيش عيش حافله اخر الشهر؟ ولا تكونيش عايزه تبيعي نفسك للي يسوى ولا ما يسواش؟ وانا يعني كده شاريه نفسي؟ ما انا بايعه ضميري اللي عمال ينقح عليا ليل ونهار. عارفه يا فاطمه الضمير ده عامل زي ايه؟ عامل زي الوجع بتاع عصب الضرس وهو بيموت. بيموت واحدة واحدة لغاية ما يموت خالص وتخلصي منه، وساعتها هتستريحي لآخر العمر.
مش بقول لك ركزي معايا. ياسر مالك؟ سلمى مراتك برضو؟ والله يا بابا انا ما بقتش قادر بقى. سلمى مشكلتها ان هي ما بتسمعش، واي حاجه انا اقولها ملهاش قيمه، واللي هي تقوله هو بس اللي صح. انا بصراحه ما بقتش مستحمل. يا واد سهلها، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بودنين اتنين عشان يسمع بواحده ويفوت بالتانيه. ايه دي مشاكل دي يا اخي؟ تعالى شوف المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي. ليه خير يا بابا؟ مشاكل ايه؟ والله ما عارف يا ابني اقول لك ايه. امكانيات المستشفى بقت زيرو، دكاتره 2-0، الناس هي اللي بتدفع الثمن. كان عندنا حادثه من كام يوم، شاب من بتوع الامتياز كشف على بنت بتاعت الحادثه، قال انها ماتت. قلنا خلاص ندفنها. جينا ندفنها لقيناها حيه. ياه، طب الحمد لله يا بابا ان انتوا اكتشفتوا الموضوع ده، والا كان زيها زي ناس تانيه كتير اتدفنت وهي صاحيه. والله انا زهقت يا ابني. المشكله ان البنت من الناحيه الطبيه سليمه 100%، لكنها في غيبوبه. ده طبيعي، خصوصا لو كانت دماغها اتخبطت جامد في الحادثه، بس وارد انها تفوق من الغيبوبه دي بعد وقت قصير. اهم حاجه ان لو حد من اهلها يبقى موجود في وقت الغيبوبه يتكلم معاها علشان الحواس بتاعتها تفضل صح. اهلها مين؟ هو حد سال فيها ولا نعرفها حد؟ طب انا ممكن بعد اذن حضرتك ابص عليها. حلو قوي النادي بتاعكوا ده، انت اول مره تيجي فيها نوادي؟ لا ازاي، كنت بروح مركز الشباب اللي جنب الملك. مركز الشباب حاجه والنوادي حاجه تانية خالص بصراحه. باين. بصي يا نبيله، اديك عرفتي الطريقه اهو علشان تبقي تيجي براحتك. ما تقلقيش، مش هبقى ازن عليكي بعد كده عشان تاخديني معاكي. عموما يا ستي انت بقيتي عضو عامل زيك زينا بالظبط. بجد والنبي هشتغل هنا؟ تشتغلي ايه يا نبيله؟ بقول لك هتبقي عضو عامل، يعني عندك صوت في الجمعيه العموميه. جمعيه؟ النفر بكام؟ نهلة، انا بحب اقبض الاول. نبيله هبقى اكلمك لما اعوزك. باي باي. عيش حياتك. نهلة. يا اخويا الواد البراولي ده. كنت خايفه ما تجيش. ما تجيش ازاي بس يا نهله وانت بتنتظري ده كل خمس دقايق؟ يعني ده ذنبي يعني ان انا عايز اشوفك؟ لا ابدا انا ما قلتش كده. ممكن بقى تقول لي ايه اللي انت عملته وانت راجع من المطار؟ يعني انا اللي عملته برضو؟ ما علينا، مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بص احنا عندنا حاجات كتيره قوي لازم نعملها في الاجازه دي. اول حاجه لازم نعملها، لازم انزل معاك ننقي البدله بتاعتك عشان تكون لاقي على الفستان بتاع الخطوبه. أكيد برضو طبعا. وكمان عايزين نقعد قعدة طويلة علشان نحدد أسامي المدعوين وشكل الدعوة. بص يا نهلة، في حاجات كتيرة قوي مهمة أكتر من الفستان ومن البدلة وشكل الدعوة على فكرة. يبقى أكيد عايز تقولي إحنا هنجيب الشبكة منين؟ لا يا نهلة، ما قصدتش الشبكة خالص. لا. آه، يبقى أنت بقى عايز تتكلم عن البنت اللي جابتك من المطار. الله، إيه اللي فتح السر دي دلوقتي؟ مش قلت ما علينا؟ ما أنا شفتكم وأنتوا بتاخدوا النمر بعض. قولي بقى، كلمتها كم مرة؟ وهي ردت عليك؟ ولما ردت عليك قالت لك ايه؟ هي كلمتك؟ طب بعتوا لبعض مسجات؟ بعتت لك قالت لك ايه؟ وانت كمان بعت لها قلت لها نهلة. انتوا مع بعض؟ نهلة. نهلة. لا مش قادر استحمل الاجازه كلها كده. السلام عليكم. حازم، حازم، ماشي يا حازم، حسابنا بعدين. أنا ياسر سماح، دكتور أمراض نفسية وعصبية، بس مش دكتور في المستشفى. والدي الدكتور سماح هو مدير المستشفى. للأسف أنا معرفش عنك أي حاجة، مفيش أي حد من أهلك يسأل عليكي، فأنا لا أعرف اسمك ولا أعرف حتى أنت منين. فهتكلم بس عن نفسي، ويمكن دي فرصة إن أنا ألاقي حد أتكلم معاه. يبقى احنا الاتنين بنعالج بعض. على فكرة انتي كويسة طبيا، مفيش فيكي اي حاجة، يعني المفروض تبقي صاحية وتتحركي وتعملي كل حاجة، بس واضح ان الموضوع ده هياخد شوية وقت، وعشان كده انا هاجي كل يوم اقعد معاكي شوية. اتفضل سعادتك. ايه ده؟ مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الأنسة نبيلة. الاسم نبيلة، اسم الأم فهيمة السيد عبد التواب، اسم الأب صلاح عبد الحميد زهر.
نفس البيانات اللي في البطاقه بتاعتها. يعني البنت ما ضحكتش علينا اهو. صح سليم يا باشا، لفيت اسكندريه كلها عشان اتاكد من المعلومات اللي قدام سيادتك دي. الله، امال ليه الراجل انت حرام عليه كركبت بطني ليه يا باشا؟ ما انا قلت لك دي امانه في رقبتي قدام سيادتك، كان لازم اطمن برضه. خلاص انت من دلوقتي ما تروحش، تطلع على مكتبك دلوقتي تحضر لي عقود الشراكه ب 8 مليون جنيه. حضرتك لسه برضه مصمم انهم 8 مليون جنيه؟ ما جايز حسبتوها غلط. جرى لك ايه يا باشا؟ الله، انت هتفصلني يا باشا؟ انا خايف على فلوسك يا اخي. فلوسي ربنا هيبارك فيها لو ادينا الناس حقوقها. خلاص لسيادتك تشوف. يخيل لي ان ما من امرأة قابلت رجلا وما من رجل قابل امرأة الا وسأل كل منهما نفسه: ترى هل يصلح الآخر لي؟ ما من امرأة وما من رجل وفي كل مراحل العمر قبل الزواج وبعده، في عنفوان الصبا وذبول الشيخوخة، سؤال يدور في عقول الآباء في نفس الوقت الذي يدور فيه في عقول الأبناء. عملية بحث دائبة مستمرة عن الطرف الآخر في تلك اللعبة الخطرة التي يسمونها الحب، طال لها لم أكن أستطيع وصفها، ويكفي أن أقول إن كل ما فيها أعجبني. الصداقة الحقيقية القدر دايماً